السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم بشرح لكم شنو قصة الراوتر وليش نحط راوتر. دائما في كل شبكة انترنت في شيء اسمه مودم وفي شيء اسمه راوتر. المودم هو اللي ياخذ الاي بي من شبكة الانترنت ويوزعها عندك بالبيت. العادة تكون في مشكلة مع هالمودم هذا، لانه هو ما راح يعطيك السرعات اللي او ما راح يعطيك اي بيات كثر ما انت تبي، فيصير فيلير، يصير في دروب، يصير في مشاكل. بس اذا احنا شو نحط معاه؟ نحط معاه راوتر. الراوتر هو اللي راح يعطيني اي بيات، هو اللي راح يوزعهم عندي بالبيت، هو اللي راح يضمن لي انه يكون الوضع سكيور، ما يدشون عليه هاكرز، ما يدشون عليه احد ثاني. زين، بمعنى اخر، انا من اخذ اي بي من الشركه، اي بي شركه يكون 10.0. ما تشكلت الخرابيط اللي هي موجوده، زين، تترجم الى رقم ثاني اللي هو 192.168.0.8.8.1. هذا الراوتر قاعد يعطيني اياه هواوي. زين، لما انا احط راوتر ثاني قاعد احول الى اي بي ثاني، اساس كل اساس شنو يصير عندي؟ مثل اللي هو اخذت كم عن الاسس اللي هو 192.168.50.1. اي جهاز ثاني يشبك راح يشبك .50.1. يعني انا الحين لما يكون عندي خلينا نتكلم اللي هو رئيسي .50.1، لما اشبك بلاي ستيشن راح تصير .50.2 .50.10 .20، شغلات هذه. فيصير عندي الاي بي وايد متغير، فبحيث انه ما يدش علي احد، ما يدش علي هاكرز، ما يأذيني، خصوصا اللي قاعد يلعبون جيم. تعرفين سؤال في الجيم، الهاكرات ماكو شرط، ما عندهم شغل يخربون الجيم، لان قبل كان بالبزنس، شافوا قطع البزنس ما منه فايده راحوا عن الجيم. والهاكرز ما ادري ليش اصلا موجودين، ليش مخلوقين، ما ادري. يعني ناس بس يحبون الاذيه، ماكو شيء مو مستفيد شيء، هو بس بيأذي. زين، فيعطيني سكيور. ثاني شغله يا جماعه، الراوتر شو يسوي؟ الراوتر يعطيني يحلل البيانات اللي قاعد تجي من المصدر اللي هو الجيم او شيء كذي، ويحولها لي الى باكجات بسرعه، الى روت بسرعه، ويقول حق الثاني بس اطلع. الحال الشغله هذه موجوده مع هواوي، موجوده مع الفايف جي نفس الشيء. اوكي، ف المبدا واحد. بس ليش احنا نقول دائما الفايبر ثابت؟ لان الفايبر يركبوا له راوتر. احنا بالواي فاي بالشركات الاتصال 5G ما قاعد نركب راوتر، وهذا اكبر غلط، وهذا اللي قاعد يسبب لنا المشاكل اللي قاعد تصير معنا. فالراوتر وايد راح يفيدني، وايد راح يسرع عندي النتورك. ليش؟ لانه هو اللي قاعد يعطي اي بيات بسرعه، قاعد يعطي سكيور، قاعد يسوي كل شيء. على حسب طبعا نوع الراوتر. تبي الراوترات يا جماعه موجوده من 20 دينار او اقل، بعد خلينا نقول من 15 دينار موجود راوترات، لل 1000 دينار موجود راوترات. احنا دائما لازم نشوف الراوتر اللي يناسبني، الراوتر زين عندي بالبيت او اللي انا احتاجه واركبه. مثلا انا الحين قاعد العب جيم وستريمينج وما ادري شنو، حالتي حاله، بعدين اقول لا انا ما ابي، انا بشتري راوتر ب 20 دينار. لا ما. حق شنو يعني؟ ايش قاعد تسوي؟ مثل اللي يقول لك انا ياكل غوزي ويشرب وراه شاي اخضر. حجي سويت؟ ما سويت شيء، انت بالعكس زد الطين بله، ما استفدت منه شيء. تشتري راوتر على حسب حاجتك. زين، هناك ناس يقولوا لك راوتر الجيمينج ما يسوي شيء. طبعا الواحد قاعد يسمع برد على اللي امس كلمني. راوتر الجيمينج ما يسوي شيء يا جماعه. الشركه ما جابت مهندسينها وفكرت وسوت وعدلت، واخر شيء واحد يقول لي راوتر الجيم ما يفيدني بشيء. شوف، راوتر الجيم الهدف الاساسي يسرع لك عمليه خروج الباكج من البيت عندك للهدف على طول، يسرع لك. هذه نقطه. النقطه الثانيه، يدور لك احسن روت، احسن طريق للهدف، طبعا السيرفر قاعد تروح له. هذه شغله ثانيه. شغله ثالثه، يشوف لك السكيور، ما يروح لك عند روت. في وايد روتات تكون في عليها هاكرز، في عليها شغلات. مثلا عندك سيرفر الشرق الاوسط، اكثر نحن هني شباب صغار ما عندهم شغل، قاعد يسوون هاك على السيرفرات. لو كبار ما يسوون، اوروبا هذول شوي كبار اللي يسوون، فيعرفون انه ما يدشون على الجيم، ما يدشون سوالف، يدشون شيء ثاني. بالعكس يحمون الجيم عشان يلعبون. هني لا، هني بس بيأذي الناس، بيتحرش فيهم،
ما ادري ايش فيهم او لانهم يحال خلينا نتكلم فقاعد يدهم فيدور لك سكيور روت اقرب روت ويحل البيانات بسرعه. هذا اللي يسويه الجيم راوتر. اللي ما يستفيدون من الراوتر عنده بالاساس مشكله. هذا دائما اقول حق الناس كلهم كلكم سووها ما عليكم امر. اول شيء قبل تفكر باي شيء بالبيت انك تزيد او تحط او تركب عدل النتورك يا جماعه. السرعه او الراوتر الاساسي مال هواوي لازم اذا عندي 5G لازم يعطيني 350 سرعه 350 وفوق والابلود 35 وفوق. هذا معناته ان انا شابك على ال 5G شابك على شبكه ثابته. طبعا اتاكد ان تكون ثابته عندي بهالشغله تنزل 10 تصعد 10 ما في مشكله 20 يبقى مخرب ما في مشكله. بس مو انه يجيني مثلا واحد يسوي تيست سبيد يكون عنده 10 يكون عنده 350 بعد شوي يسوي عنده 200 بعدين 300 ما منه فايده. انت كنك شوف خلينا نرجع مثلا سالفه البنيان. الاساس مالك اذا عدل لا تحط اثاث. كذا ما تحط اثاث مريح كما ترتاح. لو اساسك مو شيء لو تاثث بيتك ذهب ينهد عليك زين. نفس الشيء بعد ما يكون اساسي قوي واثث بيتي اي كلام ما ارتاح فيه. فنحتاج اساس قوي واحتاج اثاث زين عشان اعيش حياه سعيده. نفس الشيء بالنتورك يا جماعه حطوا عندكم اللي هو عدلوا الاساس خلوا بمكان يعطي سيرفس عدل ساعدت عندي ألف حل وحل اوصل لكم لاي مكان تبونه. تشيكوا شوفوا السرعات عندكم غير مكان الراوتر بالبيت كذا ما تقدر حتى لو بالسطح حتى بالمطبخ اوصل لك يا والله اوصل لك يا للمكان اللي تبيه زين بكل سهوله وما عندي مشكله فيه. فاوصل لك يا ويوصل عندك من احسن الاطعام بالسوق احنا قاعد في ميسار ف اوصل لك يا وخلي عندك ما عندي مشكله زين. فالاساس يكون قوي وساعدته نتورك يفيدك الراوتر يفيدك. الاساس مو عدل صدقني الراوتر ما راح يفيدك. هذا اللي قاعد يصير مع الناس ما قاعد يفيدهم لان انت مو اوكي الراوتر قاعد يفيد ما اقول لك لا بس انت ما تحس فيه لان بالاساس شبكتك مو زينه زين. في نقطه صار لنا الحين قد 4-5 ايام السرعات عندنا مو عدله. الابلود اشوف استغرب الابلود ممتاز بس السرعه داون. ليش؟ امس اكتشفتها يا جماعه كلكم قاعد تنزلون كورف ديوتي شقيتونا بكورف ديوتي. وعلى فكره كل اللي قاعد يسوون داون اغلب اللي قاعد يسوون داون بالكورف ديوتي قاعد يعطيهم 10 ام بي. جربته بالفايبر جربته بال5G قاعد يعطيهم 10 ام بي من السيرفر. السيرفر نفسه هو اللي ما قاعد يعطيكم اكثر. ليش؟ لان صار ضغط عليه. نطر لا تسوي ابديت انطر على كم يوم على ما الناس يخلصون ساعتها نسوي ابديت راح يكون عندك ممتاز. كورف ديوتي يا جماعه شال النت بشكل عام معروف الكورف ديوتي من تسوي ابديت تشل النت دائما من ايام 2000 قديم يعني ايام كنت اشتغل كمز ما ادري 2010 2006 ما ادري طلعت اللعبه بس اذكرها من كانت تصير ابديت على كورف ديوتي خصوصا كورف ديوتي كذا ما هي ثقيله من يصير ابديت عليها تلاقي النت حتى بالشركه يصير عندنا تعيس. تخيل انا عز الشركه بمكان الشركه قاعد واشوف النت عندي بطيء ليش؟ وسب الناس كلهم قاعد يسوون ابديت. طبعا الابديت طقه وتروح الدوام وتجي تروح تسوي اللي تبي تسوي واذا شغال. ف الوضع عادي يا جماعه لا تستغربون. سرعات حاليا في شيء فيها بطء بس اهم شيء الابلود ما دام عالي يعني انت عندك نتورك زين. كان عندك 500 600 صار عندك 300 هاليومين هالاسبوع او من اسبوع طاف للحين اعرف من كورف ديوتي. الاسبوع الجاي او اللي وراه بالكثير راح تعدل خلي الناس يخلصون كورف ديوتي فكونا منها بعدين راح تصير اموركم طيبه زين. ايش في كراش؟ هدوا كورف ديوتي والله لعبوا كراش والله وناسه لعبة تساس فيها وهادئة بدون أي مشاكل عندكم زين. فهذا كل عام بكل شكل بشكل عام سوري ما تطلع الكلمة بشكل عام هذا قاعد أتكلم عنه. والمجرم مال أمس اللي الكيابل هو مو سالفة إن تمديدته غلط زين حتى الكبسة مالته غلط حق اللي سأل يقول إن الألوان يمين يسار هذا كذي صح من أربع ألوان هذا أيام الفايف أيام الكات فايف كات 6 كل الالوان دش اساس تتقسم السرعه على الالوان كلها. كات 5 اربع الوان ما في مشكله بس كات 6 عشان تاخذ بال10 جيج تحتاج 8 الوان يكونوا موجودين. مع السلامه سامحونا على الاطاله.